بسم الله نبدا كلامي علي صاير في حومنا نحكي لنجادي ايوه 13 مارس 96 اول بنايه راب تونسيه فيرسيون اوريجينال لبسعدون يو هاي بومبا غازو بكرة والخدمة هي نكرة وبركة جات السرقة والمشاكل هذي كلها لجل حرقة مشكلة هذية مشكلة الناس كل من عام 80 ما لقاولهاش الحل فدينا من البلاد كرزنا من هالعباد عباد ما تفهمش وما تعرفش تعيش وفي اسم كان الكذب والتقطيع والترهيش من البلاد ومن الحالة وما فيها كان الفقر والسبابة والبطالة وقتاش نرتاحوا منها كل واحد يتهنى يعمل اللي في مخه ويعيش كيما يتمنى ما عدناش فلوس وما فماش خدم استانسنا باللحام والقادة في اللحوم نعطي الدوم نكسر فومي ولي وجهي كيف البومة وملح وما عندي وملف سائل فيها مشومة الدوم نكسر فومي ولي وجهي كيف البومة وملح وما عندي وملف سائل فيها مشومة الدوم نكسر فم هاو كليك تلم وجبدت اللامات وتكسر الشقوفات حتى ولا فيها الدم وما سلكت العركة إلا ما الحاكم صدم فرغت الديار ترجو منها العرب كثر القي والقال حتى ولا تحظى بحظب ملحو متحنا بيها وما تسمع كان الكفر وكلام الزايد وصفيها قوة ربي ويا لطيف حومة ما تفرخش فيها بينا بيضو صيف كلهم كيف كيف ما فيهم حد نظيف واحد تحته سكينة الاخر تلقى تحته سيف هاو خرج جتاع وتخلى علينا الصيف والعيشة هي هي وما تبدل فيها شي هاو مرة خلعوا الدار مرة صدموا على عطار نعطي الدوم نكسر فومي ولي وجهي كيف البومة وملح وما عندي وملف سائل فيها مشومة الدوم نكسر فومي ولي وجهي كيف البومة وملح وما عندي وملف سائل فيها مشومة ملا حاكم في البلاد ملا سكام هالعباد واحد يخدم 10 قاعات هذا غرامه في البنات اخر بيسو في القعدات واحد يسكر في الدورة هذا مزوز يحكي على الكورة والحكاية هي هي ما يتبدل فيها شي واحد يتمنى في الموت في باله اللي هو حي في قرنا فدينا البلاد الغربة هجينا قلنا ارتحنا من العرب وحتى بعاد حكاوا علينا نمشي هي مخي سير حكاية نيرة كيف سفينة سفينة تمشي في البحر ماذا بها تلقى البر البر ما فماش والحكاية هذا علاش ما عنديش زهر زاري في صندوق والصندوق في قاع بحر يطفل ربي كبير واللي بيش يصير يصير انا حبك تخمم انا حبك نهار تحير مع العرب ووسع بهلك وعمل ديما الخير يمكن ربي سهل هلك حوت يكر حوت وقليل الجهد يموت العرب يعيشوا هكا بالخطفة والفكة واللي يخدم نص ساعة وبعد يمشي يتكى يتكى في بيروه يفيقوا به يتردوه لمسايبين كبار لمسايبين صغار تربي طاقة تعريف رام عملوا بها العار في السباح وفي الليل تعدي حياتك في الفجاع كاينك في اسرائيل في شارع بولس بالكسو في المترو حنشا سيفين نعطي الدوم نكسر فومي ولي وجهي كيف البومة وملح وما عندي وملف سائل فيها مشومة الدوم نكسر فومي ولي وجهي كيف البومة وملح وما عندي وملف سائل فيها مشومة وملح وما عندي وملف سائل فيها مشومة للي ما يعرفوش كون اللي كتب تكست هذا زبيب بسعدون دور 96 على 1 180 جندي يدرب فوج 61 الهندسة 50 اخرين في قرعة بوفليجة شاهدين عسي كاوكي بورني 361 بسعدون يو هاي